الشعب المصري من أجمل وأطيب وأجدع شعوب الأرض، وفي كل الظروف بتلاقيه دايما بيتكلم بعفوية وتلقائية، ولكن العفوية دي بتلاقي جواها معاني عميقة ومؤثرة جدا. وحتى لو الشخص اللي كان بيتكلم معاك ده شخص بسيط، هتلاقي نفسك دايما انك اطلعت منه بحاجة وتعلمت منه حاجة مهمة. وده بالظبط اللي لفت نظرنا في سلسلة من الفيديوز انتشرت الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا وتفاعل معاها الناس جدا، لأنه ببساطة الفيديوز دي كانت عبارة عن أسئلة إجاباتها بتحمل كتير من المعاني الجميلة، زي مثلا رأيهم في الحب، في الحياة بشكل عام، الأب بيمثل لهم إيه والأم طبعا. وكان في كتير من الأسئلة والإجابات اللي كانت مؤثرة جدا جدا. منورنا النهاردة المصور علاء أشرف صاحب بيج حكاوي مصر عشان نتكلم معاه ونعرف منه أكتر عن الفيديوز اللي بيعملها. إزيك علاء؟ تمام الحمد لله. عامل إيه؟ بخير. أول حاجة عايزة أقولك عليها أنه أول ما بصيت على البروفايل بتاعك على الإنستجرام، هو في كم بوزيتيف انرجي وحاجات ايجابيه كتيره جدا، يعني ما ينفعش تفتح البروفايل بتاعك وتتفرج وما تلاقيش ان انت عامل كده مبتسم ومبسوط وما تعرفش ليه. بس انت كمان في نفس الوقت التايتل بتاعك مصور، فانا عايز اعرف اول حاجه خالص، جات لك ازاي فكره حكاوي الشارع؟ تمام. هو في الاول انا دايما بحب ان انا اسمع من الناس الكبيره، سواء مثلا بيدوك النصيحة أو بيعلموك حاجة معينة. طب أنا ليه مثلا بدل ما أنا أتعلم لوحدي، خلاص أنا هوثق الحاجات دي وأعلم الناس كمان معايا، اللي هو مش أنا لوحدي بس اللي أتعلم، الناس كمان تتعلم معايا وتعرف الناس دي عايشة إزاي، وإن برضو إن في ناس كتير عايشة حياة أصعب من اللي إحنا عايشينها، ومع ذلك برضو بنعترض نقول ليه يا رب ومش عارف إيه. لا، ما أوري له فيديو زي ده، خلاص الحمد لله أنا عايش في نعمة. صح. وبعدين بتلاقيهم هم كمان وهم بيتكلموا هم بجد مبسوطين، هم عندهم رضا بطريقه رهيبه، اللي هو الحمد لله انا مبسوط، مع ان حياتهم صعبه بس لا لسه بيبتسموا. لسه بيقولوا كلام حلو طالع من بقهم ومن قلبهم والدنيا كويسه. ايه احلى حاجه جات لك في حياتك؟ والله مش متذكر عشان انا بضحك، يعني هو اليوم اللي عدى علينا حلو بس اكتر من كده ما فيش، يعني اليوم اللي الساعة اللي تعدى عليك واليوم اللي عدى عليك حلو بهنا بيبقى في هنا وسرور الحمد لله، بس ربنا يكفينا ويكفيك شر المرض يا رب. بس دي بالدنيا كلها. طيب انت ابتديت كمصور ايه، فوتوغرافي؟ لا انا بدات، انا في الاول اول ما عرفت حاجه اسمها تصوير كانت حاجه اللي هي اللي انا بحب اوثق كل حاجه في حياتي. بدات ان انا اجيب كاميرا عشان عايز اوثق بقى حياه الشارع، مش حياتي انا كمان بس، اللي هو التصوير اللي هو ستريت فوتوغرافي، اوثق حياه الناس في الشارع، واحد بياع مثلا، واحد اب ماشي مع ابنه ماسك ايده، الحاجات دي كلها. بعد كده طورت الموضوع اكتر، دخلت في موضوع الفيديوهات بقى وابتديت تكمل فيديوز مع الناس. طب احكي لنا للي ما يعرفش البروفايل بتاعك انت بتعمل ايه بالظبط. ماشي، انا هقول لك اللي انا بخش اقوله للناس. انا اسمي علاء اشرف، بخش اقول له كده، بقول له انا بعمل فيديوهات عن الناس في الشارع، بسألهم أسئلة، الأسئلة دي بيبدأ يجاوب عليها، بيقول حاجة عن حياته عن طريق السؤال ده. زي مثلا بقول له هسألك سؤال زي إيه أكتر حاجة بتحبها، فهيبدأ يقول مثلا بنته، هيبدأ يقول مثلا صاحبه اللي معاه دايما على طول، الحاجات دي كلها. طيب أنت إزاي بتختار الناس اللي أنت بتصور معهم في الشارع؟ تمام. أنا بكون ماشي في الشارع، أول حاجة بعملها بطلع الكاميرا وأمشي بيها عشان الناس تشوفني في الشارع، هو ده بيعمل إيه او ده مين اصلا. فيبقى عندهم فضول عايزين يعرفوا مين الشخص ده، عشان حتى لما اجي اخش اتكلم مع الشخص اللي انا عايز اصور معاه يبقى في مجال للكلام، اللي هو عايز يتكلم مش انا اللي عايز اتكلم معاه، فيبقى في مجال للكلام. وتاني حاجه هو بتبقى حاجه من عند ربنا ان انا الشخص ده في قبول عايز اصوره، ليه مش عارف بس انا عايز اصور الشخص ده، وشه حلو مثلا، في قبول، في راحه كده عايز اصوره. ومعظم فيديوهاتي او 90% من فيديوهاتي كلها رزق من ربنا، يعني بسبب مثلا دخلت الشارع غلط فصورت مع حد ما، او روحت متاخر مثلا فماشي بالصدفه لقيت حد حلو لا اصوره. هي الحاجه بتستاذنهم طبعا اكيد الأول. طبعا وبعدين بعد كده تفتكر هم بيدخلوا يبصوا على الفيديوز بتاعتهم على البروفايل بتاعك لما اولادهم بقى بيوروا له الفيديوهات دي، وبالصدفه محدش بيعرف الاكونت. بيقولوا لك ايه؟ اللي يقول لي مثلا ايه بابا طلع شكله حلو في الفيديو، او طلع كلام حلو، قال كلام حلو، انا اول مره اشوف بابا كده بالجمال ده مش عارف ايه، ويجي يشوف الكومنتات الناس عليه بيتبسطوا جدا.
طب ردود افعال الاشخاص اللي انت بتصورهم في الشارع بعد ما بتصورهم وبتسالهم السؤال، لان هم اكيد ما بيكونوش عارفين السؤال قبل، صح؟ اكيد طبعا. طيب رد فعله بعد ما بيخلص تصوير معاك بيكون ايه؟ هو اول حاجه انا ما بحبش اقول السؤال للشخص قبل ما اصوره، عشان اول رده فعل هي اللي تطلع قدام الكاميرا على طول، تبقى تلقائيه اكتر. طبعا فاهمه. فلما بيبدا بقى يخلص التصوير خالص بيبدا ساعات يكون مبسوط وساعات بيكون مش احسن حاجه، لان ساعات ممكن اساله سؤال بيجاوب عليه بطريقه او افتكر حاجه حزينه، فخلاص بعد التصوير بيبقى اللي هو بيقول لي انت قطعت عليا، فاهم؟ وانت ما بتحطش اي حاجه حزينه؟ ساعات وساعات يعني. بتحط ساعات حاجات مثلا بتكون فيها مقاسي شويه، ولا كله بيكون سعاده وطاقه ايجابيه؟ على حسب الشخص اللي قدامي، لو هو حاسس الشخص ده مثلا هيجي منه اسئله مثلا بتاعه الحب بتاعه الام مش عارف ايه، شخص تاني يجي منه ان حاسس ان في حاجه في حياته هي لسه لحد دلوقتي خلى نفسيته مش احسن حاجه، فببدا اساله السؤال ده عشان انا عايز اعرف ايه اللي مخليه كده، ايه اللي مخليه نفسيته وحشه، ايه اللي يخليه مكسور مش بيضحك زي الناس. ايه اكتر جمله اثرت فيك؟ لا وفاة ابني. طب لو هتشوفه تاني مدة 5 دقايق تقول له ايه؟ طب ايه الصعوبات اللي ممكن تكون بتواجهك لما بتنزل تصور في الشارع؟ انا بدايتي خالص لحد دلوقتي انا دايما بنزل اصور لوحدي، يعني انا اللي بصور، انا اللي بعمل مونتاج، وانا اللي بسمع الصوت في الوقت اللي انا بسجل فيه، بعمل كل حاجه. زائد برضو الشارع ما فيهوش اكتر من ناس، تمام؟ بس في نفس الوقت مش كل الناس اللي هصورها هتطلع فيديوهات بتاعتهم حلوه، فناس معينه بس اللي اصورها. فممكن اصور انزل الشارع مثلا اقعد بالسبع 7-8 ساعات، ممكن اصور مع واحد، ممكن ما اصورش، ممكن اصور مع 5. انت وحظك. فطبعا بسبب ده انا بلف كتير في الشوارع عشان الاقي شخص حلو اصوره. طب انت بتختار يا علاء مثلا اماكن معينه او شوارع معينه بتنزل تصور فيها؟ عشان نخبط فيك بالصدفه احنا كمان. هي المناطق الشعبيه، لان المناطق الشعبيه اماكن اللي هو بنزل فيها تحس انا مش غريب، مش غريب عن منطقه. واحد مش عارفني اصلا يبص لي وبيضحك ويهزر معايا اكني مثلا يعرفني بقاله فتره. الناس الكبيره لدرجه مثلا ممكن مثلا ماليش دعوه بالتصوير ما بصورش، اخش اقعد مع الناس في القهوه والعب معاهم دومنا ولا شطرنج مثلا ولا بتاع، اللي هو خلاص احنا اصحاب. يعني واحد صاحبي بقى عنده حاجه و60 سنه ولا حاجه. طب انت بتقول ان انت اللي بتعمل كل حاجه، فاكيد انت كمان اللي بتنقي الاسئله وبتكتب السكريبت بتاعك، صح؟ تمام. طيب بتفكر في ايه؟ يعني انت بيجيلك ازاي الاسئله دي؟ الاسئله دي كان دايما هغش منك شويه عشان حلقتنا كمان. الاسئله دي كان دايما بتجيلي وانا صغير، لما طبيعي لما يجي حد مثلا يسالني بتحب مين اكتر بابا ولا ماما، يعني فدايما كان بتواجهني اسئله كتير شبه دي. فانا دايما كان عندي حته فضول كده اللي هو عايز اعرف اجابه الناس لنفس السؤال ده ايه. لو مثلا سالت لحد مثلا ايه اكتر حاجه مثلا فرحتك، اب كبير مثلا يقول مثلا فرح بنته، واحد تاني يقول مثلا لما خلفت جالي اول حفيد، واحد تاني كل واحد ليه اجابه مختلفه. فانا دايما كان عندي فضول الحته دي، فدايما بسال اسئله مختلفه، واي سؤال بيجي في دماغي ممكن انا ماشي في الشارع، ممكن وانا مش عارف راكب مواصلات بتاع، اول ما يجي لي في دماغي على طول اكتب على طول في الموبايل اسجله وابدا انزل اساله للناس. يعني ايه احساسك لما جالك اول حفيد؟ كانت سعاده غنيه الحمد لله، وجات ولد في 2020 كنا خايفين عليه قوي 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 من الكورونا، وربنا الحمد لله اقربنا وهو عنده حوالي 3 سنين دلوقتي ما شاء الله، ربنا يخليه لوالدته ووالده ويخليه. طب ايه اكتر فيديو حسيت ان هو كان قريب لقلبك وبتنبسط كل ما تتفرج عليه مهما اتفرجت عليه كذا مره؟ يعني ده كان اول واحده صوره خالص في بدايه اللي انا انزل اصور مع الناس في الشارع، ده كان واحد اسمه عم كحلاوي، ده في الغوريه بيبيع سمك، كام صندوق قدامه كده، فبساله ايه اكتر حاجه فرحتك، فبدا يتكلم عن بنته، قال فرحت بنتي ومش عارف ايه، وبدا يتكلم بطريقه كده اللي هو ايه الجمال ده، يعني الفرحه فعلا طالعه من قلبه، لدرجه لما نزلت الفيديو ده ضرب، وناس كتير تقول لي طب الفرح امتى، التنجيد امتى نروح نوجب معاه، طب انا ليه عندي سيشن هديه مش عارف ايه. ردود الفعل الناس كانت حلوه وهو اتبسط، حتى رحت له بعد ما نزل الفيديو على السوشيال ميديا رحت له وريته الكومنتات، قال لي انت لسه هتيجي توريني، دي مصر كلها جت وريتني الفيديو، واللي عدى احنا شفنا الفيديو بتاعك عند علاء مش عارف ايه، وانا واقف الناس بتعديه تقول لي انت وانت اللي صورته وانت مش عارف ايه. فالناس اللي حواليه وهو شخصيا كان فرحان، فده اكتر فيديو معلق معايا.
ايه اكتر حاجه فرحتك؟ اكتر حاجه فرحتني بنت اللي كانت شكتها من قريب. يمكن من اصعب الامور ان البنت الوحيده اللي عندي هي طالعه طويله شويه بس هي شكل وشبهي، عمرها ما طلبت مني مصروف. انت تبص لي كده يلا انا مستوره الحمد لله. يعني دي شكتها ربنا اكرمها بعيل يعني اهله يعني ما بتحنسه وكده، وربنا كرمه باع شقته وجاب عربيه فان تصرف عليه لان هو في رابعه كليه وطلبها مني. يا عم عليا ايه؟ قلت له هطلب منك ايه؟ انا اعتبرك ابني، انا اعتبرك ابني. وفعلا لان خالها اللي جايبه لها وكده فقال لي ايه رايك؟ قلت لا ربنا هو اللي بيوفق، وهي وافقت وكانت احلى فرحه بالنسبه لي. يعني دي فرحه احلى عروسه. والله. طب انت بتفضل سايب علاقه بينك وبين الناس اللي بتصور معاهم في الشارع؟ ده لازم، يعني غير الشخص ده، يعني اكيد صورت مع ناس كثيره جدا غيره، برضو بتفضل تروح لهم وتيجي عليهم وتقول لهم بصوا وتفرجوا والكومنتس كانت عامله ازاي وكده، ولا هو ده الشخص بس؟ لا هو كل الناس كده، لاني علاقتي بالناس مش مجرد تصوير وخلاص، لا مجرد ان انا بعرف حد جديد في حياتي وان انا بتعلم منه. وكل مثلا ما انزل المنطقه دي مش لازم عشان انزل اصور ولا حاجه، لا ممكن انزل مخصوص الف على الناس دي واسلم عليهم تاني، او نازل تصوير برضو اعدي عليهم اسلم عليه شوف صحته عامله ازاي مش عارف ايه الكلام ده كله. ممكن انزل يوم فري كده عادي اروح اقعد مع شخص معين مثلا في منطقه معينه، انزل اقعد معاه شويه نشرب انا وهو اتنين شاي بتاع جيم شطرنج نلعب. يعني انت بتشتغل وبتطلع رساله ايجابيه جدا لكل الناس، وفي نفس الوقت بتعمل صداقات جديده مع اعمار مختلفه جدا. بالظبط كده. طيب ايه اكتر اجابه لسؤال انت سالته ما بتنساهاش ابدا؟ طيب هو كان في بص، هو في الاول خالص زي ما قلت لك ان الفيديوهات بتاعتي كلها رزق تمام. ففي مره انا دخلت شارع كان مسدود وانا ما اعرفش، انا بلف وبستكشف لسه يعني، خلاص انا عرفت الشارع ده مسدود فانا راجع تاني. فلقيت راجل كده داخل عليا جميل جاب فطار ومش عارف ايه، راجل رايق كده بيقول لي على فكره ده الشارع مسدود وبتاع. قلت له اه ما انا عارف بس انا خلاص مروح. قال لي لا طب ليه؟ انا جاب فطار وتعالى افطر معايا. لقيته عمال يتكلم ويهزر ومش عارف ايه، قلت خلاص انا عايز اصور معاه. قلت له طب بقول لك انا هاجي معاك بس مش هفطر عشان لسه باكل والله، بس انا عايز اصور معاك. قال لي بس تعالى بس نفطر الاول وبعد كده نشوف حوار التصوير ده بعدين. فروحت قعدت معاه هو فطر وخلص، قلت له بعمل كذا وكذا وكذا وحابب ان انا اصور معاك يعني. من ضمن الاسئله اللي سالتها له اللي هو كان اخر سؤال يعني، بقول له تحب تقول ايه لشريكه حياتك؟ لان لقيت الراجل بيضحك وبيهزر وبتاع، قلت لما اجي اساله سؤال زي ده هيبدا يجاوب بقى ايه كلام بتاع الحب بتاع زمان بقى ويتكلم بطريقه حلوه كده. فلقيته في الاول ضحك، قلت بس خلاص بقى ده هيبدع دلوقتي. بعد كده قال لي بدا يعني دمعت ويقول لي لما جالي كسور في عضله القلب مراته سابته ومش عارف ايه، هو راجل سايب عليا عارف. قال لي هو حطيت نفسي مكانه لما اكون مثلا مراتي دي طبيعي ان هي تبقى كل حياتي يعني، او اقرب حد في حياتي، لما اقرب حد في حياتي يعمل معايا كده الموضوع صعب. كل ده انا تخيلته بقى وانا بصوره يعني، كنت موقف تصويره قلت له بص انا اسف واعتبرني بص ابنك وخد رقمي وكلمني في اي وقت، وفي اي وقت هجي لك ولو احتجت مني اي حاجه اطلبني وهجي لك. ومتحضنه لو انا حسيت بيه اللي هو تعالى تعالى خش في حضني. فبقى طب وبعد كده فضلت بتكلم معاه ولا كل شويه بنزل له؟ كل شويه بتنزل. طيب الفتره الجايه بتفكر تعمل ايه يا علاء؟ اجيب حياه الناس دي بقى بدل ما يكون مثلا فيديو واحد لمده دقيقه، لا انا عايز اعمل حياتهم ده كفيلم بقى، كانه دوكيومنتري او فيلم تسجيلي يعني. طيب انا اتبسطت جدا ان انت كنت معانا النهارده يا علاء، وزي ما قلت لك انت بتبعت رساله ايجابيه جدا لكل الناس. يعني الواحد لما يفتح البروفايل بتاعك الصبح ويتفرج على الاجوبه بتاعه الناس اللي في الشارع اكيد هيصحى يومه ايجابي ويومه حلو وراضي بحاجات كتيره جدا حواليه. وطبعا غير ان انت كمان بصور حلو واكيد بتعمل صداقات كتيره جدا بتفيدك، لان الناس في اختلاف الاعمار اكيد بيفيدوك انت كشاب. فانا مبسوطه بيك كنموذج جدا للشباب في مصر، وربنا معاك. ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي. ميرسي ليك يا علي.